أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكر أهل السنة حادثة حدثت لأحد المشركين في مكة بعد هزيمتهم في معركة بدر. هذا المشرك هو الأسود ابن المطلب، وكان قد أصيب له من أبنائه ثلاثة يوم بدر، أصيب أي قتل، فحزن عليهم حزنا شديدا. وفي أحد الليالي سمع امرأة تنوح في مكة، فظن أن هذه المرأة تنوح على قتيل لها في معركة بدر، فبعث غلاما له، وكان الأسود ضرير البصر، فبعث غلاما له فقال له: اذهب وتحرر، هل حل النحر، أي هل بدأت مكة بالبكاء على قتلاها؟ فإني أريد أن أبكي ابني. وكان ابنه أحد القتلى الذين ذهبوا في بدر. فرجع إليه الغلام وقال له: إنما هي امرأة تنوح على بعير لها قد ضل، يعني ضيعت بعيرا لها، فما تمالك نفسه الأسود ابن المطلب إلا أن أنشد هذه الأبيات الشعرية: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهن أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد، ألا قد زاد بعدهم رجالا، ولولا يوم بدر لم يسودوا، ولولا يوم بدر لم يسودوا. أنشد هذه الأبيات عندما علم أن هذه المرأة لا تنوح على قتل المشركين في معركة بدر، وإنما تنوح على بعير قد ضيعته في الليل. أذكر هذه الحادثة لأربط بينها وبين واقعنا المر. على المسلم قبل كل شيء أن لا يشغل نفسه بالأمور الجانبية، وعليه أن يركز على دينه وعلى هموم المسلمين التي يراها في الوقت الحاضر. هناك أمور مهمة في حياتنا، وهناك أمور جانبية. أهم شيء عند المسلم هو دينه، ينظر إلى مشاكل المسلمين، يحمل همهم، يرى الدماء التي تسيل، يرى مؤامرات أهل الكفر على الإسلام فيغضب ويحزن. لماذا؟ لأن المسلم همه الأول هو دينه، لا يشغل نفسه بأمور أخرى. على كل مسلم أن يعلم أن العشيرة والمسجد هم أساس نواة المجتمع المسلم. عليه أن يعلم أن العشيرة والمسجد أطول من عمر المسؤول. السياسي قد يأتي لأربع سنوات، صاحب المنصب المسؤول قد يأتي لسنة ويذهب، قد يأتي لسنتين ويذهب، لكن العشيرة أطول، لكن المسجد عمره أطول. المسجد قد يعيش لمئة سنة ولمئات السنين، لكن صاحب المنصب
في زوال، وهذه سنة الحياة. قبل أيام ليست بقليلة حدثت خلافات بين بعض العشائر، وأنا أقول بهذا الكلام لا أركز على عشيرة معينة، إنما الكلام عام يخص الجميع. إذا أحببت سياسياً أو مسؤولاً معيناً هذا الأمر يخصك، إذا اختلفت مع هذا السياسي أو المسؤول هذا أمر يخصك، تعبر وتنتقد بأدب باحترام، لكن لا يعني أنك اختلفت مع مسؤول فلاني تكره العشيرة كلها، لا يعني أن المسؤول الفلاني قد وقع في خطأ، لا يعني أنك تكره عشيرتك، لا يعني أنك تريد من عشيرتك أن تعادي عشيرة فلان. لماذا؟ لأنني أكره فلان. العشائر في البلد المسلم عندما نتكلم عنها لا نتكلم من أجل عصبية، نتكلم من أجل عناوين. عندما نقول عشيرة فلان وعشيرة فلان وعشيرة فلان إنما نريد أن نعلم العنوان، إنما العشائر سقفها الأول هو الإسلام فوق كل عشيرة. المسجد يحكم العشيرة ويحكم المسؤول، فكان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجدا صغيرا، كان سقفه من سعف النخيل، لكنه كان يحكم دولة. انتبه إلى هذه المعلومة، المسجد كان يحكم دولة، لا نريد من المسجد أن يكون تابعا مهما على شأنه، المسجد أعلى والمسجد يحكم، وفلان يذهب وفلان يذهب ويزول، لكن المسجد باقي والعشيرة باقية، والعشيرة باقية. لا يعني أن تختلف مع فلان المسؤول الفلاني ابن العشيرة الفلانية، لا يعني أنك تثير الشحناء والبغضاء بين عشيرة فلان وعشيرة فلان. وأعيد وأؤكد كلامي هذا عام، لأن الأحداث تتوالى علينا يوما بعد يوم، ولا يكاد يمر شهر إلا وأتى حدث وقد هز مجتمعنا. اليوم ننظر إلى العالم الإسلامي، عندما ننظر إلى أحداث غزة، إلى دخول اليهود، إلى دخولهم إلى مستشفيات غزة وقتلهم للأطفال الخدج أطفال المسلمين، ننظر إلى الحدث وكأن أحدهم قد ذبحنا من الوليد إلى الوليد، ننظر ونحزن. لماذا؟ لأن المسلمين جسد واحد، تكالب على أهل غزة اليهود والنصارى، اليهود والنصارى تكالبوا على أهل غزة. وإذا أتيت إلى اليهود والنصارى لرأيت عقائدهم مختلفة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم مختلفون. والنصارى يكفرون بنبوة موسى، واليهود يكفرون بنبوة عيسى ويتهمون أمه بالزنا، لكنهم عندما اتجهوا إلى غزة نسوا خلافاتهم. ونحن اليوم في بلد مسلم وعشائرنا عربية ومساجدنا واحدة، ومن أجل فلان أو علان نريد أن نشق الصف، ونريد أن نزرع البغضاء بين العشائر، ونريد أن نشق صف المسلمين ونفتنهم. يا أمة الإسلام اتقوا الله في أنفسكم، عندنا من المشاكل ما يكفي، لسنا في حاجة إلى مشاكل جديدة. المشاكل التي عندنا غطتنا إلى الهامة، يكفي شقاقة ويكفي اختلافة ويكفي بغضاء، ليس عندنا طاقة نتحمل من المشاكل ما نتحمل. أحبتي في الله،
على كل مسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر. لا تشق صف المسلمين وصف العشائر بسبب رأيك، بسبب بغضك لفلان، بسبب حبك لفلان، تريد أن تشق الصف وتفتن الأمة. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتدخل في خلافات السياسيين، لا تتدخل، لأنها زائدة، لأنها زائدة، والعشائر باقية والمساجد باقية. فعليك أن تنظر إلى صف الأمة وتنظر إلى وحدة الصف وتترك هذه الخلافات وتترك هذا الكلام الذي يشق صف الأمة. وأرجو من كل مسلم إذا سمع بالخلافات والشقاقات اللامثيرة على صفحات الفيسبوك، تقرأ عن بعض الخلافات على صفحات الفيسبوك، وهذا يؤجج وهذا يؤيد. إذا رأى وجها من وجوه العشيرة وقد غضب على فلان، تراه يؤجج ويثير الفتنة. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا رأيت الخلافات في الدواوين وعلى الفضائيات وعلى صفحات الفيسبوك وعلى غيرها، إما أن تتكلم بكلمة طيبة تهدئ فيها الأوضاع، وإما أن تسكت كما قال المثل الذي هو ليس مسلما: إذا لم تكن ماء لتروي فلا تكن نارا لتكوي. إذا لم تتكلم بكلمة طيبة لكي تهدئ النفوس، أغلق فمك، اترك صفحات الفيسبوك، اترك الحديث، دع المستحيل لعلهم يتكلمون. وأسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من المصلحين ما يصلحون حالكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لكم. إذا فرح في فرحة أخرى
بدأ بإطلاق العيارات النامية. قبل يومين فرح الناس بخبر، أنا لا أمنعك من الفرحة، هذا أمر يخصك، لكن لا تؤذي غيرك. يعني أنت تفرح وغيرك مشلول مضروبات بالعمود الفقري، أنت تفرح معلس وغيرك مقتول، أنت تفرح فوز المنتخب وغيرك يمشي على ابنه. إخواني هذا ليس عمل، إخواني هذه جاهلية، إخواني هذه جاهلية. هذا العمل حرام، هذا العمل ظلم على كل شيخ عشيرة أن ينبه أفرادها لترك هذا العمل الجاهلي. يعني الأئمة والخطباء ينبهون، القوات الأمنية تنبه، وزارة الصحة تنبه. يا شعب يا مواطنين، هذا الأمر مضرة، هذا الأمر أذية، لكن لا فائدة. وإلى الله المشتكى. من الأحداث التي شهدتها بنفسي، ذهبت بالأمس إلى امرأة ممسوسة وزوجها لا يكاد يهدئها، يعني مع المهدئات حتى تستطيع أن تنام. يقول وعند الإطلاقات النارية قبل يومين، يقول زوجتي قد تهيجت وما نامت الليل. ذنبها على من؟ على الذين أطلقوا العيارات النارية. يا بلد العراق، إلى متى هذه الجاهلية؟ يعني تجعل العراق يخاوص نفسه. احنا بلاد سومر وحفاد حموابي وبلد الرشيد وبلد كذا، واول من سن القانون، واكثر شعب في العالم يتمرد على القانون هو الشعب العراقي. نحن بلد الكتابه، اول من اخترع الكتابه، وتجي مدرس ما يعرف كيف. نحن بلد الرشيد، نحن ونحن هارون الرشيد لو كان حيا في هذا البلد شاب طلب جوه تركيا، والله ما ردينا على هذه الجاهليه. الا نبتعد؟ الا نبتعد؟ الا نترك الجاهليه؟ الى متى؟ يعني الخطباء وحد اصواتهم، اتركوا الجاهليه، اتركوا اذيه الناس، لكن الاغلبيه لا تستجيب. والى الله المشتكى، ومع احترامي للطيبين ولا اريد ان اعمم، والله تعالى اعلى واعلى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعني بفضلك كلمه الحق والدين المبين. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بالصهاينه، اللهم عليك بالصهاينه الارهابيين، خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرهم في غزه، اللهم انصرهم في غزه، اللهم انصرهم في غزه. فلقد تخلى عنهم اهل الارض، يا رب السماوات والارض، يا رب السماوات والارض. اللهم عليك بالمنافقين في كل مكان، اللهم عليك بالمنافقين في كل مكان. اللهم من اراد بالمسلمين كيدا فاجعل دائره السوء تدور عليهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفق ربنا هذا المسجد ومن عمل فيه لله بالخير واحسان. اللهم وفق القوات الامنيه لما تحب وترضى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واقم الصلاه.